الحاجة نعمة معانا، السلام عليكم. الو، ايوه يا حاج. يا حاجة نعمة ربنا يخليك، بس عايزه احكي لك حكايه، لان انا رحت الافتاء هنا، هو الفرع من الازهر في اللي بشر عندنا هنا. بتقولي يا حاجة نعمة السلام عليكم الاول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقولي ايه يا باشا؟ بقول لك يا حضرتك ان انا روحت هنا الافتاء اللي هنا عندنا، في الافتاء هنا وان في جامع سيدي بشر، في مبنى في الافتاء في اسكندريه. في اسكندريه ايوه. فقالوا لي هاتهم لي الكلام ده من حاجه بتاع سنتين ثلاثه. يجيبوا مين؟ تجيبي مين؟ تجيب بنتي. بنتك ومين؟ وجوزها؟ بنتي وجوزها، و يعني كان ليا ابني حصل له ظروف وحشه كده هو، بس فطبعا هم سدوا له دين، وانا طبعا سديت له برضه، واخد بالك. وانا يعني مخاف عليهم من الهوا. طب ايه انت رحت الافتة؟ رحت الافتة ليه؟ انا عاوز افهم برضه. ما انا شكيت للافتة ان انا بنتي مضتني على شقتي بالتنازل، انا ورثه شقتين من ابويا. يعني بنتك عشان تسد لابنك اللي هو كان متعسر ده الدين، جابت لي ابن عمتها ودخلوا عليا، لا احم ولا دستور، امضي لي هنا، وابن عمتها يقول لي امضي يا مرات خالي ما تخافيش، كل حاجه هترجع لك. دلوقتي اذا ضربت له تليفون وهما بيقلوا ادبهم علينا، طبعا ما بيسالش. تعالى كمان بنتي ما بتكلمنيش من 2015. طب الفلوس هي ساكنه فوق يا حاجه نعم؟ يا حاجه نعم. نعم يا حاج نعم. الفلوس بنتك اللي سدتها؟ سدتها لاخوها. لاخوها ماشي. انا ما حدش يسالني بمليم احمر. طب استني بس، مش انت أيوة اللي مش انت اللي رحت قلت لها يا حاجه نعمه سدي لاخوكي؟ لا 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 لا، ما اعرفش عنهم حاجه ولا اعرف الدين ايه. طب السؤال ايه وانا اقول لك؟ انا عايز اقول لك السؤال، انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا ليا شقتين ورثاهم من ابويا. فانا عايز اسال. طبعا انا ليا بنتي جوزها كان شهيد من الشهداء اللي هو الضباط ايام الضرب في قبل 2015 في 4، ده بقى له 8 سنين متوفى. نسال الله ان يتغمده برحمته وواسع فضلك. امين امين. اللهم امين يا رب. فانا دلوقتي طبعا بنتهم اتهد وسكنوا عندي. ماشي. انا خدتهم. طبعا لسه الصاحب اللي هو المقاول ساب لهم ولا ميه ولا نور ولا غاز ولا حاجه، وهي بتشتغل في اسكندريه للغات. طيب. فطبعا والولاد كان سايبهم الحضانه. سؤال بس ابتداء. سؤال عشان عندي اتصالات. السؤال انا دلوقتي كتبت الشقه للصغيره اللي هي معايا اللي جوزها متوفي هي وعيالها. ماشي. عشان خوفا من ولادي يبيعوها، لان جاتني هي قالت لي اخويا بيقول لي اتنازلي عن نصيبي ونصيب اخويا الثاني، والثاني كان قاعد يقول لي انا متنازل لاختي. حاضر يا حاجه. فانا طبعا يعني عارف لو قلت كب عليا جاز او بنزين ولعوا فيا انا كنت اقول لك كب. حاضر. فانا دلوقتي غلطانه في ايه؟ هقول لك دلوقتي غلطانه ولا لا. حاضر حاضر يا حاج نعيم. الحاجه نعيمه بقى عندها قصه كبيره قوي. الحاجه نعيم عفوا ابنها كان سالب فلوس، فاخته جت سددت المال لاخوها او عن اخوها. المفروض ان اخوها هو اللي رجع لها الفلوس دي لانها دين في رقبته. انا مش عارف هل الحاجه نعيمه تدخلت فقالت لاخته والنبي انت سدي لاخوك الفلوس وهو بيديها لك، فكانت هي السبب عشان كده راحت هي وابن عمتها وخلوها مضت على الشقه، ولا هي ملهاش طرف دخل خالص في الموضوع ده كله هاته، وهي من نفسها اخته راحت سدت الفلوس كده. في كلا الحالتين الفلوس دين على مين؟ على ايه؟ المدين اللي هو اخوها، يجب عليه انه يسدد المال ده لاخته. طيب هي مولانا جاب بالقوه وقالت لك امضي يا امي ما تخافيش، وابن عمتها قال لك امضي ما تخافيش يا عمتي ومش عارف ايه وكلام من ده، مرات خال والامر هيبقى طبيعي ان شاء الله وهرجع لك كل حاجه وكلام من ده. يعني يبقى هذا اثم وهذا استغلال، والله سبحانه وتعالى سيعاقبهم على هذا. ده لو هم وما وضحوش لكي، لكن لو وضحوا لك وقال لك احنا بنمضيك على الشقه يعني عشان خاطر ضمان حق بنتك ومش عارف كلام من ده، وانت وافقتي عشان كده دفعت لاخوها، خلي بالك من اللي انا بتكلم فيه، فخلاص ما لهمش اسم ولا وزر. اما حضرتك ما تعرفيش هم جم بالعافيه كده قال لك امضي امضي، لا عليهم اسم ووزر، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم. وهذا ما المغتصب، وهذا ما المغتصب، ولو ماتوا هو دين في رقبتهم، والمرء مرهون بدينه كما اخرج الامام الترمذي وكما قال صلى الله عليه وسلم. خلصنا من النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه بتقول انت ورثه شقتين من ابوك، فبتقولي في بنت صغيره بيتهم هد ومش عارف ايه وكلام من ده، فخدتيهم قعدتيهم معاكي في الشقه. ماشي. من الواضح ان عندك بنتين او اكتر وفي ولد اهو، فانت كتبت الشقه اللي انت ورثاها من ابوكي لمين؟ للبنت الصغيره.
أقول للمالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء حالة ملكه، حالة حياته عفوا. للمالك، خذ القاعدة دي، أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء في الوقت الذي يشاء طالما أنه كامل الأهلية، يعني مش فاقد وعي ولا مجنون ولا غير ذلك. التليفون ده بتاعي أدي لمين أو أديه لمين، أنا حر، أنا كامل الأهلية. لو أنا مجنون أو عندي أي حاجة خلاص، لا، في الحالة دي لا يؤخذ بهذا الكلام. ليه؟ رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب الفعل اللي انت فعلتيه ده حرام ولا حلال؟ دي وصية الوارث، لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة. طب وانت يا مولانا أنا كتبت ده مالي أنا حر أكتبه. طب انت كتبت وانت في نيتك تحرمي اخواتها اللي اختها اللي هي دفعت فلوس، لو انت في نيتك كده يبقى حرام عليك، انت مش في نيتك كده يبقى لا شيء عليك، لكن لابد ان هم يجيزوا هذه الشقة يا حاجة نعمة.